اهلا وسهلا. اهلا بيه، بس انا مش معجب بالمعجبين يعني. مش فاهم حضرتك قصدك ايه. الناس كلها بتسلم عليك عادي، انما انت لازم تسلم عليا انا. هو حضرتك مين؟ والنبي ما انا قايل لك الا لما تعرف لوحدك. معلش انا متاسف، الذاكره مستعفاني بس. نمشيها في وزير كفر اصاله. اهلا وسهلا، حضرتك من كفر اصاله؟ مدرسة كفر أصالة الابتدائية. نقرب أكتر من كده؟ يا ريت. مين اللي كان قاعد لزق جنبك في التختة؟ اوعى تقول الكومي رضوان الزحمد الكومي. ايوه كده، رضوان الكومي. ما تقول كده من الصبح. انا رضوان. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا رضوان؟ اهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. بس انت اتغيرت قوي يا رضوان، انت كنت تخين، ايه اللي سلوعك كده؟ ده انت اللي كنت رفيع زي جريد الناخ، ايه اللي ربربك كده؟ مصر. ازيك يا رضوان؟ دي فرصة جميلة. وتشتغل ايه بقى دلوقتي؟ هقول لك بس ما تضحكش. بضحك ليه؟ هو في شغلانة تضحك؟ مدرس. ودي شغلانة تضحك يا راجل. طب ما انا بشتغل مدرس. ايوه بس انت مدرس في كلية الآداب في الجامعة. امال انت فين امال؟ بس ما تضحكش. مدرسة كفر أصالة الابتدائية. لا دي تضحك يا رضوان. انت بتشتغل مدرس في المدرسة اللي كنت بتنط فيها من على السور. شوف يا دارش، ولا اقول لك يا دكتور زي الناس ما بتقول لك؟ لا ما يصحش يا رب، قول زي ما كنت بتقول زمان. البني ادم حسب الطريق اللي بيمشي فيه، وانت فاكر كويس اني انا كنت شاطر ونبيه، وابوك الله يرحمه كان يشهد لي. الله يرحمه ويحسن اليه. ايوه صحيح يا رب، دي حقيقه لا تنكر. انما اتجوزت بدري بدري واتكعبلت بدري بدري وقرطت عيال واتجوزت تاني وعيال تاني واخرتها زي مبتداها مدرسه كفر اصاله الابتدائي. الحمد لله يا رضا. الحمد لله. من فضلك تشرب ايه يا رضا؟ والله ده واجب عليك، انما ان كان ولا بد يعني شويه شاي بالقرنفل. شاي عادي. شكرا. يا سلام. انت بقى يا سيدي بسم الله ما شاء الله، انا متابع اخبارك ومتابع كل حاجه حلوه انت بتعملها. يا سلام، الولاد عندي انت لما بتطلع في التلفزيون ما بيقوموش من قدام، بيعشقوك عيش. مش مصدقين ان احنا كنا اصحاب وان احنا كنا متلازمين في تخته واحده. يا سلام، كانت ايام يا درش. والله انا كنت هروح الجامعه واسال على عنوانك واطب عليك، انما ما لحقتش بقى. كنت في مصر عمال الف على احزاب يمكن حزبي يقبلني، انما ما لقيتش. انما انت ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب ده. ليه؟ عشان انا ابن حلال. انت ناوي تقعد قد ايه في الكفر؟ يعني كام يوم كده وراجع على طول. حلو قوي. الكام يوم دول بقى ما تسيبنيش ولا دقيقه واحده، هاخدك من ايدك والف بيك الكفر بيت بيت. انت الناس بتحبك قوي وليك ناس كتير بيعشقوك. متشكرين يا رضوان. ان شاء الله ان شاء الله. كلام في سرك، في واحد اسمه عطيه السعاتي مرشح نفسه في الانتخابات لرابع دوره، ده تبع حزب الوحده. ايوه امال، بينجح كل مره بالفلوس والبلطجه، انما انا فرضاني. لكن واقف قصاده بعون الله، وربنا بعتك ليا عشان تقف جنبي في الانتخابات ونعرفه مقام. ده انت صديق العوم، اوعى تخلى بيا يا دهش. انا كان نفسي اقف جنبك يا رضوان، انما انما ايه؟ انا كمان نازل انتخابات في الكفر. ايه؟ نورت بلدك يا دكتور. من النوم يا بيه. ليه؟ الدش الله يحرقه الجاز، من ساعة ما ركبوه في القهوة ومحدش في البلد دي بينام. ما
شاء الله. الدش دخل كفر اصاله. ايوه يا بيه دخل الدش. ما احنا مش فالحين غير في المسخره وقله الحياة. لما انت مش عاجبك المسخره وقله الحياة بتتفرج عليها ليه؟ كل يوم احلف 100 يمين ما انا رايح، يجوا ولاد الحرام بالليل يكلموني ويقولوا لي ده في فيلم كده حكايه كله مناظر، الاقي نفسي خدت بعضي وطيران على هناك. ما تزعقش قوي كده يا استاذ رضوان، انت فاكر ان في حد هيديلك صوته؟ يا اخي زعق لو كان بفايده. محدش هيديله صوته ليه؟ البلد كلها في عبء عطيه به الساعات. الساعات ابتدت تخن ابوه. امال الاستاذ رضوان داخل الانتخابات معتمد على ايه؟ بيقولوا معتمد على اهالي العيال اللي بيدرس لهم في المدرسه، اللي مش هيديله صوته هيسقط ابنه. حد هنا في كفر اصلا فيه وكيل الكليه. قصدك ايه يا بيه؟ لا ولا حاجة. حاكم الانتخابات دي يا بيه عايزة راجل مليان وعنده إمكانيات، بالك الانتخابات اللي فاتت عطية بيه أجر كل السواقين بعجالهم، كان بيدينا يومياتنا اشتغلنا أو ما اشتغلناش، رضوان مش هيقدر يعمل كده، ده مش لاقي ياكل. وقف يا ابني هنا. يا بنت التوهية كل واحد على فصله. لعلمكم بقى اللي مش هيجيب المصاريف بكرة ما يجيش أحسن له. بص قدامك يا ابني انت هو، بص قدامك. يلا كل واحد على الفصل، واحد واحد بنظام. يلا يا ابني انت هو على الفصل. هو حضرتك أستاذ جديد جاي المدرسة يا بيه؟ لا. ولا مفتش؟ البيه من الحكومة مش كده؟ أنا حكومة. معلش يا بيه، أصل الناس هنا لو ما انتوش واقفين على دماغهم بيخرب الدنيا. هو سعادتك رايح فين في كفر أصالة يا باشا؟ بيت الهلالي. بيت الهلالي؟ فين بيت الهلالي ده؟ اطلع بس وأنا هديلك على الطريق. معقولة؟ معقولة تكون هو صحيح الدكتور مصطفى الهلالي ذات نفسه؟ يا خطوة عزيزة، يا ألف مرحبا، البلد كلها نورت والله. عطية بيه، عطية بيه، في ايه؟ في حاجة فرنواني؟ وصل يا باشا. ومين ده اللي وصل يا ولد؟ الدكتور مصطفى الهلالي. جه هنا؟ البلد؟ ايوه، ولسه موصله بتابوه دلوقتي حالا. وقال ايه؟ طول الطريق مش عاجبه ايوه حاجة، تقولش جاي يصلح الكون، المدرسة أبصر ايه؟ والمستشفى معرفش ايه؟ والطريق وحش كده ليه؟ شرك البلد كلها يا عطية بيه. الله الله، تبين ان الليله بدات بقى ولا ايه يا عمده؟ ربنا يستر. باين عليه قليط قوي، واحنا جايين شافوا الاستاذ رضوان الكومي ما رماش حتى عليه السلام. رضوان الكومي؟ غريبه، مع ان ده كان هو الوحيد اللي يعرفه في البلد. ايوه، تلاقيه قلب عليه لما عرف انه نازل قصاده في الانتخابات. بقول لك ايه يا حاج حمدي؟ هو رضوان الكومي ده بيته فين بالظبط؟ اهو متلقح في اخر البلد. طب انا عاوز اروح له. تروح لمين يا جدعان؟ ده نازل قصادك في الانتخابات. وماله يا حاج حمدي؟ دي منافسه شريفه. يمكن، بس يا اخويا ده كان وصل طوب الارض عشان يقابلك، وجاني اني بذات نفسي عشان اخد له ميعاد منك، وانت برضك ما رضيتش تقابله. دلوقتي بقى عليه سكر. انا دلوقتي اللي عايز اقابله حاج حمدي، وهروح لرضوان بيته وهقعد معاه.
وسهلا. دكتور مصطفى، انا الملازم علاء من نقطه كفر اصاله. اه اتفضل. شكرا. اتفضل. شكرا. طبعا انا اسف للزياره المفاجاه دي، بس انا اول ما عرفت ان حضرتك وصلت قلت لازم اجي اسلم عليك. تشرب ايه؟ لا لا ما تتعبش نفسك، انا بس كان نفسي اشوف حضرتك لاني من اشد المعجبين بحضرتك. الله يخليك. مالك يا فندم؟ شكلك مش مبسوط. البلد بقت حالتها صعبه قوي علي. ما كانتش كده ابدا. والنبي بلاش بيدي، قول لي علاء على طول. انا طبعا ما كانش المفروض اجي لك ميري عشان اتكلم براحتي. يا دكتور كلنا جنبك في الانتخابات. انا متشكر يا علاء. انت عارف يا ابني قبل ما اجي النهارده كنت بفكر ازاي انجح في الانتخابات. بعد اللي شفته بفكر ازاي ما اسيبش البلد دي غير لما اغير الواقع المؤلم ده. حتى لو ما دخلتش البلد. يبقى من حظ البلد لو نجحت يا دكتور. مش مهم انجح. ينجح اللي يستحق النجاح. وانا هتعاون معاه. للاسف يا دكتور. مش هتعرف تتعاون معاه. ليه يا ابني؟ انت مالك بتقولها بمراره كده؟ انت عارف يا دكتور انا مين اللي جابني هنا؟ مين؟ انت. انا؟ ازاي؟ انا لما اتخرجت من كليه الشرطه كنت الرابع على دفعتي، والعشر الاوائل دايما بيكون ليهم حق اختيار المكان اللي يحبوا يشتغلوا فيه، المطار، الجوازات، يعني اي مكان يكون جوه القاهره وشغل لطيف. في يوم وانا بتفرج عليك في البرنامج، انا فاكر الحلقه دي كويس جدا، كنت بتتكلم عن الاختيار الصعب. كنت بتقول فيها ان اجمل شيء في الدنيا انك دايما تدي الحياه وما تاخدش منها، انك تفضل مداين الدنيا. ساعتها بس قررت ان انا اكون ظابط، ظابط بجد. قلت لهم انا عايز اروح الارياف. طبعا هم كلهم استغربوا وقالوا لي انت اكيد اتجننت، حتى ابويا وامي. بس انا بقى اصريت على موقفي وجيت هنا. بس ساعات بحس ان انا غلط. ساعات احس ان انا ايدي مكبله ومش قادر اعمل حاجه. هو يا ابني عشان ايد لوحدها ما تسقفش. كل ايد عايزه الايد التانية. صفر على عشرة. صفر على عشرة. جت في داهية في اللي معلمينكم. الشاي بالقرنفل. ايه دي يا وليه دي؟ الشاي عادي ما هو ما فيش سكر؟ والنبي ما في نقطة السكر في البيت كله يا سي رضوان. طب وانا هشرب الشاي دلوقتي ازاي؟ اذا كانت حلاوة تاكلها؟ هشرب الشاي بالحلاوة، غوري من وش الساعات. صفر على عشرة. ايه؟ يا وليه خدي مقصي في الرقبة دول عندي الجوة، خليهم يحلوا على دماغي. كفر أصالة اللي ما عندكش أصل. بلد خلاص بقت غرقانة في المهلبية. عطية السعاتي بعد ما اترستق في مصر ظهر أول ما الانتخابات جات وجاي شايل ومحمل، وأنا بشرب الشاي سادة. والهلالي كمان، مصطفى الهلالي روخر جاي طبعا في البلد. احلو الكفر دلوقتي. طب سبتوه ليه؟ وأنا شربته العمر كله. جايين دلوقتي تقولوا يا كفر أصالة بعد ما كل واحد فيكوا عملهم على قلبه قد كده؟ السلام عليكم. خير. الله 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 على الواقف كده. انت بخيل ولا ايه يا استاذ رضوان؟ عايز ايه يا عطيه بيه؟ عايز اشرب الشاي معاك يا اخي. مفيش سكر. اما احنا جايبين الشاي والسكر معانا وبن محوج وميه معدنيه كمان. زياره بسيطه كده على قد ما اقصم، مش على قد المقام يعني. يلا يا رجاله هاتوا الحاجه بسرعه بسرعه. يلا بسرعه يا رجاله بسرعه. دخلوا الحاجه جوه جوه. ايه دي يا عطيه بيه؟
رشوة. رشوة؟ استغفر الله العظيم. تصدق يا أستاذ رضوان إنك أذيتني قوي بالكلمة دي؟ رشوة؟ أنت واحد من أهل البلد، وزي ما أهل البلد كلهم خدوا، أنت كمان لازم تاخد. لا يا عطية بيه، أنا مش واحد من أهل البلد، لا، أنا مرشح زيك. ولا يعني فكرك بعمايلك دي وبالحاجات اللي أنت جايبها دي، أنا ممكن أنسحب من الانتخابات. تاني يا أستاذ رضوان يا أخويا، أنت كده أذيتني مرتين في دقيقتين، الأذية التالتة هزعل وجهي بجد يعني. هو أنا لا سمح الله أقدر أقول لك اتسحب ولا اتنازل ولا الكلام الفاضي ده؟ ده أنا عايزك في حكاية تانية خالص. حكاية إيه؟ حامد يا باشا، خد الرجالة وسيبونا لوحدينا شوية. ماشي عطية بيه. يلا رجالة. شوف يا أستاذ رضوان يا أخويا، اتفضل اقعد. أنت لازم تعرف وانت سيدي العارفين طبعا ان السياسة لعبة كبيرة وخطيرة، وعايزة البني ادم الحصيف الايه الحصيف اللي يعرف امتى يبقى مع مين وامتى يبقى ضد مين. عندك الامريكان مثلا كان زمان ليهم عدو واحد، عدو لدود، هو مين؟ الروس. فضلوا ورا الروس لحد ما قطفوا روسهم وخلصوا عليهم خالص، وبعد كده صاحبوهم. ليه صاحبوهم؟ عشان يأمنوا عليهم، عشان لما يظهر لهم عدو جديد يتفرغوا له، وعشان يدوا للحكاية دي صبغة شرعية عملوا قوات وسموها القوات المشتركة، وليها اسم دلع، قوات التحالف. واخد بالك يا أستاذ رضوان؟ انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة. هما الامريكان دخلوا كفر أصالة؟ قول لي يا استاذ رضوان يا اخويا، انت عندك امل قد ايه تكسب الانتخابات دي؟ يا سلام، انت جاي تكسر مقاديفي ولا ايه؟ انت جاي تحبطني؟ لو كان الامل 1% انا لازم احاول. اسمع بس، بلاش الكلام الكبير ده يا استاذ رضوان يا اخويا، احبطك ايه وكلام فاضي ايه؟ بص، نزولك الانتخابات السنه دي مش غلط، مش عشان المره دي، لا، عشان المره اللي جايه. إنما لازم تستفيد من نزولك الانتخابات السنة دي، وتستفيد قوي كمان. ما تتكلم بالمفتيشر يا عطية بيه. حلو، وهو المطلوب إثباته. شوف يا أستاذ رضوان، إحنا أربعة نازلين في الدايرة دي، أنا وإنت، واحد تالت ملوش أي قاعدة شعبية في البلد، والرابع وهو ده المهم بقى، مصطفى الهلالي. أيوه، ما تأخذنيش في دي الكلمة، انت والتالت ده هتجيبوا على بعضكم كده يجي 500 صوت. عطية بيه الكلام ده ما يصحش. اسمعني بس، الرابع ده هو اللي خاطر، اللي اسمه مصطفى الهلالي. ليه؟ لانه كل يوم والتاني بيطلع في التلفزيون نجم ستار، يعني ممكن ياكل عقل اهل البلد بكلامه المعسول. وانا عارف يا استاذ رضوان يا اخويا ان انت صاحبه من زمان ومتربيين مع بعض، وانك تعرف تاريخ حياته من يوم ما اتولد لحد النهارده، يعني انت الوحيد اللي لو قلت عليه اي حاجه اهل البلد كلهم هيصدقوه. وانا هقول كل حاجه للبلد، وهو ده اللي انا عايزه، انت تقول كل حاجه وانا ادفع الثمن اللي انت عايزه. عارف يا رضوان، انت لو اتحالفت معايا على الهلالي هنقدر نخلص عليه خالص. اديني فردت ورقي قدامك كله اهو، الدور والباقي عليك انت بقى يا حبيبي، تلعب لعبتك صح. ايه ده يا رضوان يا اخويا، بتشرب الشاي ساده وانت في ايدك تشربه بعسل النحل؟ لا 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 يا رضوان، عايز كام؟ 20؟ 25؟ لا والله مش خسارة فيك، أنا حاطط لك في دماغي بصراحة يعني 40,000 جنيه ورق بيات صحيح بشوكو. اتفقنا يا رضوان يا أخويا؟ اتفقنا، شكلنا كده اتفقنا إن شاء الله. أنا موافق. إحنا بقى ناخد بعض دلوقتي
وننزل كده ايدينا في ايدين بعضينا على القهوة، وانت تنزل للناس وتقول انك هتديني صوتك، وتقول بقى من المنقي خيار في اللي اسمه مصطفى الهلالي ده، وازاي انه من ساعة ما راح الجامعة لحد النهاردة رجله ما لمستش ارض الكفر الا اليومين دول، وانه قلق كلامك الحلو واسلوبك المنمق توصل للناس يطلع مين مصطفى الهلالي ده بالظبط. لا احنا نطلع الاول على بيت زهران ابن عمي، عنده خزنة صغيرة كده نحط فيها الفلوس، وبعدين ناخد بعضنا ونطلع على القهوة، وهتشوف بقى أنا هعمل لك إيه في الهلال. قبل ما تنتخبونا أو تنتخبوا أي حد، انتخبوا نفسكم. دوروا على حقكم. شوفوا إيه اللي ناقصكم وعايزين تكملوه. أنا محلتيش فلوس ولا حلت حاجة عشان أوعدكم بأي كلام مش هيتحقق. لكن اللي أقدر أوعدكم بيه إن أنا هحط إيدي في إيديكم عشان نعمل حاجة للبلد دي. والبلد دي يعني أنتوا. والله العظيم كلامه صح. وأنا داخل البلد دلوقتي مريت على المدرسة الابتدائي اللي أنا تربيت فيها. المدرسة الابتدائي الحكومي. وقدامها المستشفى الحكومي. وزعلت قوي على المستوى اللي وصلوا له. هي دي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطن المصري؟ لازم وزير التربية والتعليم يجي بنفسه، ووزير الصحة كمان. ادي الكلام يا اخوانا، ادي الكلام. انا مش مصدق ان دي كفرة اصالة. انا صحيح بقالي كتير ما جتش، لكن مش مصدق ان التدهور يحصل بالسرعة دي. يبقى لازم نعتمد على نفسنا، نحط ايدينا في ايدين بعض ونغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا بعتك لينا يا دكتور هلالي. هلالي 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 هلالي. الله الله الله، ده البيه نصب المولد وابتدى بقى. يلا يا صدر ضان امتك، عايزك تدخل تخلص لي الليله دي. يلا وسع يا جدع منك له، وسع يلا وسع تهون وسع. تسمح لي يا دكتور مصطفى اتكلم ولا انا الوحيد في البلد يعني اللي مش من حقي انني اتكلم؟ اسمعوني يا بلا، انا دعيتكم اكتر من مره لمؤتمرات عملتها لصالحكم ومحدش جاني، ودي كل النهارده اتلميتوا. واللي لمكم ايه؟ الدكتور مصطفى الهلالي اخويا اللي متربيين سوا مع بعض يوم بيوم. دخله حلوه قوي. لا والله عفارم عليك يا رضوان، ده انت بينك عقر. انا عارف ان محدش منكم هيديني صوته، وان كلكم هتهجروا وتدوا اصواتكم لعطيه به السعاتي اللي بقاله 12 سنه بيمثلكم في البرلمان. الله الله يا رضوان، لا مش خساره في الفلوس يا واد حامد. انا دلوقتي خلاص بقيت بره اللعبه، وبما اني بقيت بره اللعبه يبقى اسمحوا لي اقول كلمه حق، وبعديها اعملوا بقى اللي يعجبكم. الدكتور مصطفى الهلالي ده هو احسن واحد يعبر عنكم يا بلد. راجل محترم منكم واليكم، راجل عصامي وبنى نفسه بنفسه، وهو ده اللي بلدنا بتتبهى بيه. ولو ما نجحش في الدوره دي يبقى العوض عليك يا بلد، يعوض الله عليك يا بلد. يقول ايه؟ يقول ايه ده؟ ده اتهبل ولا اتجنن ولا ايه؟ ده حامد، ما هو ده الاتفاق اللي بيننا يا رضوان الكلب. عطيه ايه وساعتي ايه؟ ده راجل مرتشي وراشي، هيعمل لكم ايه يعني؟ عطيه ساعتي دي جالي لحد بيتي وحط الفلوس قدامي عشان اشف في الدكتور مصطفى الهلالي. دكتور مصطفى الهلالي اللي هو اخويا وعمري كله، وانا بقول اهو انا هنتخب الدكتور مصطفى الهلالي. يعيش الدكتور مصطفى الهلال. يعيش الدكتور مصطفى الهلال. يعيش الدكتور مصطفى الهلال. يعيش الدكتور مصطفى الهلال. يعيش الدكتور مصطفى الهلالي. العونة يا سهل يا سهل يا سهل بسرعة. العونة يا سهل. نعم دكتور الهلالي. امتى علاء؟ دلوقتي حالا؟ ايوه عطيه بيه قاعد معاه دلوقتي اهو، بقاله يجي نص ساعه. انا جاي لك حالا.
خير يا محسن بيه؟ هو في حاجة؟ الهلالي انضرب بالنار. ايه؟ الدكتور الهلالي؟ ايوه. الله الله الله. طب وانت مستني ايه يا محسن بيه؟ يلا بينا نروح نشوفه بسرعة. استر يا رب. يبدو أن المعركة الانتخابية قد بدأت قبل الانتخابات معركة حقيقية. الدكتور مصطفى الهلالي في أول لقاء له مع ناخبه من أهالي كفر أصالة يصاب بطلق ناري في محاولة لاغتياله، ولم تحدد الجهات الأمنية المسؤولية الجنائية حتى الآن. فمن يا ترى المستفيد من قتل مصطفى الهلالي؟ من أمام مستشفى كفر أصالة، طارق سليمان، قناة الظهيرة. الو؟ ايوه يا فندم. تمام. ماله بابا؟ بابا في ايه يا عبد الحميد؟ انت بتقول ايه؟ ايه يا عبد الحميد؟ انت الكلام ده؟ اتكلم. بابا ضربوه بالنار. ايه يا جماعة؟ ثانية واحدة. هو دلوقتي نايم وانا بقترح ان احنا لازم نخليه يستريح خالص، وبكره الصبح ان شاء الله هيبقى كويس. يا دكتور انا مراته ممكن اشوفه؟ ممكن، بس تخش تبص عليه وتطلع على طول. وانا هقعد معاه لغايه ما يصحى. دكتور انا دكتور عبد الحميد الهلالي، ما تقلقش احنا مش هنعمل اي زعل. اتفضل. إن شاء الله سليمة، إن شاء الله بوحيد وسليمة. يا هلالي، ما كنتش متصورة إني بحبك بالشكل ده. أنت أجمل راجل في العالم. عارف أنا قلقت عليك ليه لما كلمتنيش في التليفون؟ عشان النهاردة يا حبيبي عيد جوازنا. أنت عمرك ما نسيته. أول مرة تنساه، عشان كده أنا اتخضيت عليك. عارف النهاردة بقالنا 25 سنة متجوزين، أنا كنت متأكدة يا حبيبي إنك ما كنتش هتكلمني في التليفون، إنك كنت هتيجي تعدي عليا الليلة دي. وأهو ربنا رايد إن إحنا نقضي عيد جوازنا مع بعض برضه. كل عيد جوازي انت طيب. الحقني يا عبد الحميد. متعرفيش تعملي حاجه لوحدك. انا ايه؟ كل ده فطار مريض؟ ده من دوران امي. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة. اهو ما خسرناش حاجة، بدل التورتة فطير من دوار العمر. ألف الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا عبد الحميد. أنا كنت هموت يا بابا لما عرفت اللي حصل ده. ليه يا بنت؟ أبوكي حديد. أهلاً. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا علاء، اتفضل. ألف سلامة على حضرتك يا دكتور. الله يسلمك. عبد الحميد ابني وزينب بنتي وملازم علاء ابني برضه. بعد اذن المدام طبعا. بعد اذن حضرتك انا جبت شويه حاجات بره كده، يعني اكياس مخدات ومرتبه كويسه. بعد ما تفطروا ان شاء الله خلي العسكري يدخلهم. وليه بس تعب نفسك؟ لو احتجت اي حاجه يا دكتور ارجوك بلغني. شاكر قوي علاء. بعد اذنكم. اتفضل. الف سلامه عليك يا درش. الف سلامه. اقدر ولطف، بس انا عارف بقى مين اللي عملها، وانا مش هسكت على دي ابدا. ايه ده؟ مين اللي سبق وجاب الفطار بقى؟ ده بقى رضوان الكم يا هناك، ده زميل تختة واحدة وصديق الطفولة، مرشح نفسه في الانتخابات ومع ذلك وقف امبارح قال لهم انتخبوا الهلالي. تصوري. والله ما حد يستاهل غيرك. طيب اسيبك بقى تاخد راحتك مع الاولاد وابقى اجي لك بعد شوي. شكرا يا استاذ. ايه ده؟ وفي تشريفه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دل على السلامة يا دكتور. دل على السلامة يا دكتور. السلام عليكم. الرائد محسن مأمور المركز وحضرته عطية بيه ساعاتي مرشح الدايرة برضه. شكلي انا يا عمدة على الفطير. على ايه يا راجل؟ ده انا كنت مصمم ان انت تيجي تبيت عندي، بس الدكاترة رفضت، قالوا لازم تبات في المستشفى عشان تفضل تحت الملاحظة الطبية. لا وعطية بيه، عطية بيه لولاه كان زماننا اتبهدلني. الله، ده بالموبايل جاب الدكتور من المركز وليلتي امبارح ما سابكش. ربنا يقدرني على رد الجميل يا عطية بيه. فضل سهران جنبك طول الليل لحد ما اطمن عليه. ايه اللي بتقوله ده يا عمده؟ ده اقل واجب نعمله للدكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف حمد لله على سلامتك يا دكتور هلالي. الله يسلمك. والله اتخضينا عليك، انما ربنا يحفظك ويقويك ويديك الصحه قادر يا كريم ان شاء الله. يا رب. المصحف ده تخليه جنبك على طول علشان يحفظك من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك يا شيخ محمد. والله انا لما عرفت انك جيت البلد كنت ناوي اجي لك واقعد معاك، انما حصل اللي حصل. معلش، قدر الله وما شاء فعل. هنقول ايه يا دكتور؟ المؤمن دايما منصاب. الله يرحم والدك الشيخ الهلالي، كان استاذنا كلنا. الله يرحم الجميع. البلد كلها فرحانه بيك يا دكتور، وكلنا معاك. حمار، الله يفتح عليك يا مولانا. طبعا طبعا، مصر كلها بتحب الدكتور مصطفى الهلالي، واحنا كلنا جزء من مصر العزيزه الغاليه، فشيء طبيعي ان احنا نحبه. الحمد لله على السلامه يا مصطفى يا اخويا. يا سلام يا سلام، ده البلد اللي كل الناس فيها بتحب بعض دي. لا مؤاخذه يا محسن بيه، ما تزعلش مني، انتوا كده مالكمش لازمه. انا اسف جدا يا فندم، عيار طايش ازاي ومجهول ازاي؟ انا متاكد ان ده شروه في قتل الدكتور هلالي مع سبق الاصرار والترصد. يا علاء، ما انت عارف اهل البلد ما بيبطلوش ضرب نار في اي مناسبه، جواز، انتخابات، وبعدين الحمد لله انها جت سليمه لغايه دلوقتي، وانا لو شايف ان فيها اي شبهه جنائيه ما كنتش سكت على كده. وبعدين مين بس اللي هيفكر في ضرب الدكتور هلالي؟ اي حد منافس ليه مثلا. لا لا، انا لا اسمح. خد بالك من كلامك يا حضره الضابط، الكلام ده له معاني مش بريئه. يا علاء، ما يصحش اللي بتقوله ده. ده عطية بيه لما عرف الخبر قام بنفسه ونقل الراجل في عربيته وفضل جنبه لحد ما جاب له الدكتور وطمن هو شايل طلعت من كتفه. لا لا، من فضلك يا محسن بيه، انا مش طالب من سيادتك ان انت تقدم على سياد براطي. لا، انا مجرد الشك فيا شك في الشفافيه، وده كلام كبير ما يتسكتش عليه. اوعوا تنسوا ان انا عضو مجلس الشعب، لسه عضو مجلس الشعب، يعني عندي حصانه، والحصانه ما خلصتش ومش هتخلص ان شاء الله. لازم تفهم يا علاء ان الكلام اللي انت قلته ده تجاوز ده اقبله. خلاص بقى عطيه بيه، علاء صغير وزي ابنك برضه. انا اسف يا فندم، مفيش حد في الدنيا كلها فوق مستوى الشبهات، وانا بعد اذن سيادتك مش هقفل الملف ده الا لما اعرف مين اللي ضرب نار على الدكتور هلالي. بعد اذنك يا فندم. الله 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 الله، وانا اللي كنت فاكر انه هيعتذر. ده مش هيبات فيها الليله دي، ما بقاش عطيه الساعاتي ان ما نقلته اعمال اداريه، يروح يمضي ويروح، لانه ما بيعرفش يتعامل مع صفوه المجتمع. الملف اتقفل خلاص يا عطيه بيه، الواد اللي ضرب العيار مسكناه، طلع واد اهبل ملوش علاقه باي حاجه خالص. النهارده من صباحيه ربنا واحنا ايه مش ملاحقين، البلاد كلها جايه على المستشفى. ده الدكتور الهلالي ده طلع حكايه، انا رحت وجيت لحد دلوقتي 14 مره، والناس كلها مفيش على لسانها الا انه الراجل ده جمايله على الكل. الراجل ده مفيش زيه، وشه زي الفل من ساعه ما جبته وبطلت الشغل. تعالي من الظروف الصعبة التي يمر بها الهلالي، إلا أنها أكدت شعبيته الجارفة. آلاف المواطنين
أتوا من كل مكان في مصر للإطمئنان على صحته. هنحاول دلوقتي إن احنا نطمن على حالة الدكتور مصطفى. الحمد لله على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك ويسلم المتفرجين جميعا. الناس كلها عايزين يطمنوا على صحتك. الحمد لله مفيش أي حاجة، الجرح سطحي جدا ومفيش أي حاجة، تقدر تقول ده زيادة دلع. يا ترى حضرتك بتتهم حد إنه حاول قتلك؟ أنا ماليش أعداء وبالتالي لا أتهم حد، بس أنا الحقيقة عايز أنتهز الفرصة وأناشد السيد وزير الصحة يجي يشوف المستشفى اللي بتخدم 100,000 نسمة، والسيد وزير التربية والتعليم يجي يبص بصة صغيرة على المدرسة الوحيدة اللي في كفر أصالة. معلش ممكن أناشد حد تالت؟ طبعا يا فندم اتفضل. بناشد رجال الأعمال اللي بيصرفوا الملايين في الحملات الانتخابية، يصرفوها بس الخدمات المواطنين في القرى والنجوع اللي محدش في الدنيا حاسس بيهم. محتاجة مني أي مساعدة؟ لا شكرا أوي. شفنا واحنا جايين ما شفناش واحنا راجعين وكلنا مع بعض. الحمد لله ربنا لطف بينا. في السفر 7 فوائد انا معروفه. ايه هما بقى يا بابا؟ انا ما اعرفش اللي اتقالوا في المثل، بس اعرف اللي احنا رجعنا بيه. من يعرف اللي يعرف من كله 5 جنيه صحيحه. اول واهم فايده ان احنا اطمننا على حضرتك. ماشي ادي واحده. وانا اتفقت ان المشروع الخيري بتاعي كله الكفر اصل. ادي الثانيه. المستوصف بقى حاجة تانية خالص الحمد لله. 3 مدرسة. 4 في كمان فايدة انتخابية. اللي هي ايه؟ خروج ناس ورا حضرتك عشان يودعوك ويودعوك القطر وبث روح من التفاؤل والأمل في نفوسهم. خلاص نعتبرها 5، يبقى فضل 2 مش هتعرفوهم. أنا شخصياً عارفة واحدة مهمة أوي، إن احنا احتفلنا بعيد جوازنا رغم الظروف الصعبة اللي مرنا بيها. برافو. اخر واحده قول بقى يا بابا. وانا لو قلت هاخد من 5 جنيه حلا عليك يا عم خدها. عريس زي القمر كلمني على زينب، ملازم اعداد، شاب لطيف قوي وظابط محترم. يا بنت ردني ما ردتيش ليه؟ يا بابا انا ما بفكرش في الحاجات دي دلوقتي خالص، بعدين انا لسه في سنه اولى. رابط اللي سمعك بتقولي اولى دي يفتكر انك في اولى ابتدائي. كنت في اولى جامعه، اولى طب، مادمازيل قد الدنيا.
والله انا مستخسر الواد ده. يا حبيبي ما تستخسرش، خيرها في غيرها، مش متجوز عبد الحميد الاول؟ الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك يا هلالي، الحمد لله على سلامتك يا دكتور، الحمد لله على سلامتك. يا ده انت خدتنا عليك، بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نجاك. ايه اخبار نجل الفنان ايه؟ الواد باين عليه هيجي في حكايه الفن دي. ما شاء الله ما شاء طيب. الله. انا هسيبك بقى مع حبايبك واجي لك في وقت تاني. شرفت انا. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. يا سعاده العقيد كله تمام؟ اطمنت مفيش مظاهرات ولا حاجه ايه؟ استاذن انا يا دكتور. اتفضل اتفضل. يلا يلا اخوانا اديكوا الحمد لله اطمنتوا على الرئيس بنفسيكم، واللي عايز اي حاجه احنا بكره ان شاء الله الرئيس موجود بس يستريح النهارده. الحمد لله. شكرا يا اخوانا شكرا جزيلا. مع السلامه يا دكتور. اتفضل يا ريس. الف حمد لله على السلامه. نورت مكتبك والله. الله يخليك يا مرشد. كان الله في العون يا دكتور. ايه ده؟ ده تاني حب الناس ده شيء متعب. انا لو منك كنت زهقت. حب الناس عمره ما يبقى متعب لو انت بتحبهم يا مرشدي. ايوه بس دول عشمانين زياده عن اللزوم قوي. كل واحد جاي يهنيك وجايب لك مشكله معاه، عايزك تقعد ويحكيها لك. انت ايه ما بتزهقش؟ انا مصدع والله بس صداع لذيذ. انا عامل لك شويه قرفه هيعجبوك قوي، عاملهم لك بايديا والله. يا ابراهيم يا ابراهيم هات القرفه اللي عندك. يا سلام. اتفضل. شايف القرفه دول بقى جم في وقتهم. انا هشرب القرفه واتكل على الله اروح انام، عايز اعوض النوم كله. انا حاسس ان انا هحط دماغي على المخده مش هحس بنفسي. وعد الست بره عاوز قبل الدكتور. قول لها تيجي بكره الدكتور تعبان. جوزها في حاجه مهمه. بقول لك تعبان انت ما بتزهقش. خلاص خلاص يا مزعج خليها تدخل. يمكن حاجه مهمه مستعجله ولا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا دكتور مصطفى؟ الله يسلمك. بركه لربنا نجاك، ده انت خضتنا كلنا عليك. الحمد لله. حضرتك يظهر مش فاكرني. لا والله يا فندم متاسف انا مش واخد بالي. انا اصل مرهق قوي النهارده. انا حتى كنت ماشي لولا ان انا عرفت انك عايزاني في موضوع كده فقلت قبلك. انا سعاد الصيفي. سعاد الصيفي. برضه لسه مش فاكرني. لا والله متاسف مش واخد بالي. سعاد الصيفي الرقاصة. رقاصة؟ ما تندهش قوي كده يا دكتور. انا بطلت رقص من زمان. خير ما عملت يعني. ناقص تعمل انت الخير بقى. حضرتك عايز ايه؟ تبقى لسه برضو مش فاكر. يوم 11 سبتمبر سنة 84. التاريخ ده ما بيفكركش بحاجة؟ هو حد ينسى 11 سبتمبر؟ يوم الطيارات ما دخلوا في البرجين؟ بس ده كانت 2001 مش 84. أفكرك أكتر يا دكتور. في اليوم ده أنت كنت سهران في كباريه اسمه السهللة. وكان عيد ميلاد عمرو الصفدي. فاكره ولا فكرك بيه هو كمان؟ شكلك كده افتكرت. ازيك يا مصطفى؟ الله يسلمك. خير يا مدام سعاد فيه؟ شايفاك مالي الدنيا كلها خير والناس كلها مالهاش سيره غيرك. قلت اجي اقول لك على مشكلتي يمكن تلاقي لي حل زي ما بتعمل المعجزات على ما بسمع. أمرك إيه اللي أقدر أعمله لك؟ طب ما تسمع الحدوتة الأول يا دكتور. بعد ما سهرنا في يوم 11 سبتمبر عارف وبعدين يا مدام؟ رحنا كلنا على شقتي عشان نحتفل بعيد ميلاد عمرو الصفدي وسهرنا لحد الصبح. أنا رحت معاهم على شقتك؟ استنى بقى خلينا أفكرك. مظبوط. بالأمارة كان معاك هشام الرفاعي ومحمد فاروق وعمرو الصفدي. على فكرة أنا ساعات بشوف صورته في الجرانين. هو مش عنده قناة فضائية برضه؟ مش فاكر اي حاجه منه. كلهم نزلوا يومها وسابوك انت معايا لوحدي. يومها ما كناش دارينين بروح. مش عارفه حطوا لك ايه في القرفه اللي كنت بتشربها. لسه بتحب تشرب القرفه يا مصطفى؟ انت عايزه توصلي لايه يا مدام؟ انا مش عايزه اوصل لحاجه. انت لو ركزت معايا شويه ورجعت بالذاكره 20 سنه هتوصل لوحدك. مش فاكر اي حاجه. الراجل يمكن ينسى يوم زي ده لكن الست عمرها ما تنساه ابدا.
ولا حتى فاكر ان انا وانت قضينا الليلة دي مع بعض. انا قضيت ليلة معاكي؟ انت عايزة ايه يا ابنة؟ عاوزاك يا مصطفى. عايزاني يعني ايه؟ كلامك ده ملوش اي اساس من الصحة. دي حاجة غريبة. ودي يا مصطفى. دي مين؟ دي نانسي. نانسي مين يعني؟ نانسي بنتك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.